بالعودة إلى ما يحدث في عرسال، تنضم إلينا من جديد الزميلة جويس عقيقة. جويس، الأجواء لديك في هذه الأثناء، تفضلي. نعم شانتال، يعني كما سبق وقلت، مروحية سورية أطلقت صاروخين على بلدة عرسال الجلدية على الحدود اللبنانية السورية، إشارة إلى أنه هذان الصاروخان، يعني إشارة إلى أنه هذين الصاروخين أطلقا على بعد نحو 2 كيلومتر من حاجز للجيش اللبناني. أما الأضرار شانتال فاقتصرت على الماديات، وأصيب منزل شخص من آل عوض في أطراف بلدة عرسال. أيضا منذ بعض الوقت سجل سقوط قذيفتين من دبابة سورية، طبعا مصدر القذيفتين هو الجانب السوري. إذن سقوط قذيفتين على مشاريع القاع، الأمر الذي تسبب بنفوق عدد من رؤوس الماشية، حال من القلق طبعا يعيشها الأهالي هنا في المنطقة، وخصوصا جدل أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها خرق من الجانب السوري للأراضي اللبنانية. هناك حال من القلق، الأهالي ناشدوا السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة وضرب يد من حديد، وخصوصا لجهة أمن بلدتهم وأمن مناطقهم الحدودية. إذا شانتال، هكذا هي الأجواء، وبطبيعة الحال سنكون معكم في رسائل أخرى فور ورود أي جديد. الزميلة جويس عائي حدثتنا من عرسال، شكرا لك.